النقابة الجهوية للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تنفيذ إضراب يوم 18 من شهر أفريل الجاري. وبالرغم من المساعي التي قام بها النقابيون لتنقية المناخ الاجتماعي، إلا أن سلطة الإشراف وصلت تجاهلها لمطالب الأطباء وتعمدها عدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة بينه وبين الطرف النقابي، وذلك حسب ما جاء في برقية الإعلام بتنفيذ الإضراب الصادرة يوم 19 من مارس 12 و2000. وقد وفانا السيد محمد الجاموسي الكاتب العام للنقابة الجهوية للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بالتصريح التالي: نحن أطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بجهة صفاقس قررنا الإضراب، وذلك يوم 18 أفريل للأسباب التالية، وهي أساسا المماطلة الغير مبررة من طرف الوزارة لحل المشاكل الكبيرة اللي احنا فيها، اللي احنا مجبورين نخدموا فيها، اللي هي مشاكل أساسا تضر بمصلحة المواطن ولسبب غيرتنا على القطاع الحساس والهام هذايا ما نجمناش نسكتوا أكثر من اللي سكتنا على المشاكل المزمنة لعشرة سنين واحنا نخدموا في الدراسات ونقدموا في التقارير عليها، ولا سلطة الإشراف ولا سلطة الجهوية حلت المشاكل، لا معناها غير مبرر، معناها كانت فما برشا حوايج كانت تنجم تحل في الأشهر الأخيرة، خاصة وأن احنا أبرمنا عديد الاتفاقات مع الوزارة، ومنهم نذكر اتفاق 20 فيفري 2009 واتفاق 19 ماي 2011 اللي هي فيها حلول في المتناول، ماهيش حاجة صعيبة بالكل. النقص الكبير في الأعوان والأطباء وأطباء الاختصاص ما فهمناش علاش، وقت اللي معناها مشكلة التشغيل هي من الحلول اللي جات بعد ثورة الكرامة، وعندنا طب سنين تخدم في الخطة معناها كرئيس قسم أو كطبيب منسق وما غير خطة وما غير امتيازات بارك الله فيهم، ولكن إلى متى؟ عندنا نقص فادح في التجهيزات، 10 مخابر اللي ما تنجمش تقدم الخدمات الأساسية للأمراض المزمنة، يعني الناس الكل تصب في مخبر واحد اللي هو الحبيب بورقيبة، شدين الصف والعياط والمشاكل وكذا، والتعب والإرهاق يجي 80 كيلومتر بعيد باش يعمل تحليل، وبعد على الأقل ربع التحاليل ضيع في الثنية. عملنا دراسة ترميم وتوسيعة المراكز الصحية والمؤسسات، يلزم على الأقل 4-5 مليار باش تتصلح، يعطينا في 200 مليون 300 مليون في العام، معناها عمال نوخره. نعطيك مثال، مستصف محمد علي في قلب المدينة، يعني الحي شعبي ومعناه آلاف وعشرات الآلاف الناس قاعدة تاخذ خدماتها من غاديكا، السقف طايح الناس من ألطف الله اللي مقتل لحد، وإلى يومنا هذا ما تصلحش رغم اللي سنوات من اللي احنا نبان على أنه حالة استعجالية، وإلا أغلب المراكز الصحية الأخرى خاصة في المعتمديات البعيدة كما جبنيانة، نذكر منها المستوصف العوابد يعني في حالة يرثى لها، يعني وعشرات المراكز الصحية اللي هي في الحالة هذه. طلبنا فصل الخط الأول عن الثاني، مش معقول أن شرائح واسعة من المواطنين ممنوعة من حقها الطبيعي كما بقية الجمهورية التونسية في التدخل الدولة. عندنا مثلا ولاية قد ولاية هي جبنيانة والحنشة والعابرة 120 ألف ساكن محرومين، ما ياخذوش مليم واحد للخدمات نتاع الخط الاول، يعني دواء ومستوصفات وغيره، وبالتالي المستشفى جبنيانة عنده نقص، عنده ديون تراكمت ب 4.5 مليار تقريبا، بربي كيف نو، هذا مستشفى جهوي اللي محروم من كل الامكانيات ومبني معناه عشوش عشوش على حساب، معناه كان مستشفى محلي ولا مستشفى جهوي هكاك، وزيد تحرمه انت من ما ثقله كانوا معناه يصرف على المراكز الصحيه. 600 ألف مواطن في صفاقس المدينة محرومين من خدمات عادية، لأن الخط الثاني أي طب الاختصاص ما عندوش حتى وجود قانوني، يسميهم مراكز وسيطة، لا عندهم لا ميزانية ولا إدارة ولا شيء، يأخذوا ويصرفوا على حساب مراكز صحية، وبالتالي المراكز الصحية في حالة يرثى لها، يعني في قلب المدينة وفي حالة غير مقبولة تماما. شوف خدمات الاستعجالي في كل أقسام الاستعجالي، هي البناءات في حد ذاتها تخلق المشاكل، ابدا من معناها الاستعجالي الحبيب بورقيبه، يعني عمره ما جاء استعجالي، ما يجيش قسم استعجالي، هو ممر يوميا الطب تتهان تضرب، لان اول حاجه المكان ماهوش مهيئ، ثانيا الضيق الخانق
يعني تصور طب يسكنوا في وسط القسم كيف كيف عجوج عجوج مبني هكاك وزيد يعني مش معقول قسم واحد. الطبيب باش واحد مريض بالقلب يقعد بالثلاث اربع ساعات ساعات يموت في الثنية، احنا مازلنا نعطيه الدم تو في صفاقس كيما 20 سنة تالي. بنك الدم اش معناها؟ آلة بمليون البماري تقعد بعد عام تعدم وما تصلحش. الشيء اللي يخلي البيرسونيل على اعصابه يسخن يعني في لي بوش الترانسفيزيون في باماري اللي مستعمل الدياغنوستيك نتاع السيده، وهذا خطر وهذا غير مقبول. المشكله ان بنك الدم يعني الاداره نتاعو مركزيه، وبالتالي الحلول هي نطالبوا بها بطريقه جذريه وسريعه. غير مقبول انا مازلنا المماطله نقبلوها. اول حاجه لازم من مستشفى جامعي جديد، عندنا 470 سير ناقصي مش مقبول هذه، ان نواصلوا بعد 10 سنين ما يدخل القانون الماليه واحنا مازلنا نستناو. ثم الاصلاح الفوري للعدد الكبير من المراكز الصحيه اللي هي في حاله يرثى غير مقبوله. ثم الاسراع بانجاز المستشفى الجهوي بن علي، المستشفى المحلي بالحنجه، بعث ثلاث مجامع للصحه الاساسيه حتى نجموا نفس الخط الاول على الثاني من 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 المستشفيات الجهويه جبنيانه المحرس وقرقنه. ثم الانتداب الفوري للاعوان واطباء الاختصاص والاطباء والصيادله. ثم توفير اعتمادات فوريه لحل المشاكل النقص الغير المقبول والغير المسبق في كل في عشرات انواع الادويه اللي هي في القائمه، واللي عمرها عمره ما صار ان حتى الادويه نتاع الامراض المزمنه يعني تقريب على طول العام ولات وخاصه الاشهر الاخيره ولات ناقصه. وهذا يخلي المواطن اللي ما يفهمش يسمع في التلفزه ان الدواء موجود والامور مريقله وفما قسط منه قاعد يضيع في الثنيه، ايش يخلق هذا؟ هذا مش يخلق حالة تشنج ويخلق منع اعتداء اليومي قاعد تعرض عليه الإطار الطبي والشبه الطبي يوميا في كل مؤسسة صحية متاع. مثلا كي مركز طب مدرسي وجامعي اللي حقه صلوا 20 سنة موجود في صفاقس اللي فيها 4 مليون طالب وتلميذ، والتو ما فماش من الولايات القليلة اللي محرومة من هذا الحق. هذه وضعية غير مقبولة وما احناش فاهمين كيفاش رغم التقارير ورغم كل شيء يعني الوزارة ما زالت واخذة راحتها والصوت حتى الجهوية. هذا الكل يبين أن احنا القصد متاعنا مش حبا في الأضراب، احنا ضد الأضراب وماذا بين ما يصيرش الأضراب، ولكن غير ممكن باش نرى وزارة اللي ما هيش قاعدة تستجيب للمطالب اللي هي بديهية. الحمد لله أخيرا يعني بعد بقية الأضراب وصلنا تو العلم أن فما جلسة صحية يوم 16 أفريل، ونتمناو أن الصورة الجهوية وصلت الصورة الوطنية صورة الإشراف يلقاو الحلول السريعة باش ما نتلزوش الإضراب هذا.